بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كواكيل لحذني أفراد كمذة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وحين كسوة الرئي باب الرجاء إله سبحانه وتعالى مرك خيري ونقل لي ما دو إن جنة خير لك في الشو. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صحابي عبد الله بن مسعود وحول أبو عبد الرحمن الهذلي، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلابان ولتشوغني مال المال ما كمده في قبة تندو وقرق وريك سنة سمالي دو قضو مارك أي دهدان وكالي تندو لغا سمعيي في قبة جلو أما تندو أن ولتشوغني نحو من 40 أنه أفرتن كدو أفرتن روح أي أنه تندو دا كلتش ري أما لتشوغني. فقال سبحانه عليه الصلاة والسلام أترضون رالي مكتهين أن تكونوا إن النقطان مسلمين ربع أهل الجنة، أهل الجنة ربع عود أفر ميلود ميل بقولها دير لوقي بأفر ميلود من لباطني الشن أما شيء هدي أفر لوك لشبه هل وحين النقطان رالي مكتهين. قلنا وحاو النبي الله نعم من أبينا آدم إلى قيام الساعة dadka muslimiinta imanaya ama soo maray haday ummada nabi maxamed inta rumaysay raacday ay ka noqdaan rubuc waa tira aad u badan fadli ilaahay naxariis allah wey waxay dhe raalli baanu kuna nabi allah qaala subhanahu wuxuu yidhi atardawna raalli ma ku tihi umaydin deeqdaa muslimiina an takuunu inaad noqotaan rubuc wuu yar yahay thuluha ahljanna ahlujannaha saddex meelood meel aad noqotaan صدح دلول إن النقطان صدح دلول كين النقطان لبيو تمرد هذا اللوقة بيا أفر وصدح ميلود من أفر وهدي صدح اللوقة بيا هدي ربع اللوقة بينا وأفر ميلود من صدح إذا دي صدح يا أفر كيف وين أفر إذا إن النقطان صدح ميلود ميل أدنى قطن رالي مكتين. قلنا نعم نبي الله رالي باكنا هوا انتو رين كبضان وي قال نبي وحيري والذي نفس محمد بيده الله نفت محمد قعنت سي كترتان كرارتي إني لأرجو الرجاء من الله ومن رسوله يدل على الوقوع بالليل هذا هدي إلهي سبحانه وتعالى الرجاء إطلاقه أما الرسول كسؤول رجاء شيئه وحلق سوق هذا يا شيئا إنه دعي أفقبات سبا الليل هذا وأدب يخلق لي قانع في التعبير عن الفضائل والمناقب حقيقة حوي واتهين ونقونا يسنسدة إني لأرجو وحان رجيني أن تكونوا إن النقطان نصف أهل الجنة أهل الجنة وردن كالبرك مسلمين تجنة قلها يوحي أمدا إنقه الرئي وردن إي أمدا النبي محمد أنت جنة قليسة وحسكون نقونا يان لبا إسلام كلا برب يسون نغونايا حديثي يذكرنا إسان في الترمذي وفي غيره والنبي عليه الصلاة والسلام أمدي تضباطنات باتهين لحذن يسقال أمدود بإذن كهر رئيسي مسلمين وحد ما يستر إسان أمدي تضباطنات باتهين وحد ما يستر لحذن يسقال أمدود نبي حول أنتم خيرها وأكرمها على الله تضباطن كأمدود ومد إلهي أكتيس أو خير بدن أو كرام بدن باتهين هذا نوى وجه الدارو أهل جنة هذا نسكي بين النقرني نبي حلو وذلك أرنك وحقود عي أرنك وحقود عي المسلمين تؤن قذين كلا بردت كأهل جنة أن الجنة الجنة لا يدخلها مجلو إلا نفس مسلمة إلا نفس مؤمنة لوجدة مسلمة هنا والمسلم الحقيقي يعني غير المنافق تقي إيمانك سوء صدق أهاوي وإن كان فاسقا با يعني نفاق شغل كل هاي والذي لا يدخل جنة مقالو إلا نفس مسلمة نف إلهي رميسين مويين إلا يوه قانستين مويين مؤمناء إذن تاسا كينيسا هدى أمدين يقول ريوحا كمدا يأجوج ومأجوج با كمدا قال فربضان با كمدا وحي إلهي الرسول دير صدح بقول صدح تمر رسول بقول لباتني أفر كن أو النبي بينك هو الرئيسي
xadiidka Abi Dharr waad garanaysa, 124,000 oo nabi waxaa la sheegaa waa kelimaadka qur-aanka, 124,000 oo kelima ah baa la sheegaa bacdu ahlilcilmi ay tilmaameen. iyo cadul anbiyaa baa isku aadan, rususha la dirina 313 weeye. idan waxaasoo ummad ah wixii janna ka gelaya iyo ummadda nebi maxamed wixii janna ka gelaya isle'eg nus iyo nus. weliba waxaa fadli dheerada ayaan tilmaami doonaa insha allah. nabigu wuxuu yidhi wamaa antum matihin muslimiina fi ahli shirki, gaalada maka la idiin eego. hadda ummatu lijaabi ummad dacwa kala jirta. nebi maxamed intii lasoo diray wixii rumeeyey iyo waxaan rumaynay kee badan, waxaan rumaysnayn baa badan. aniga xalay ka hadlaynay la yidhi wax islaam sheegto dhan baa adduunka wuxuu ka yahay rubuc. wamaa antum matihin fi ahli shirki, gaalada maka laydiin eego. ilaa ka shacrati lbayda, tin cad mooye oo fii jildi thawri alaswadi, dibi madow timihii ku yaalla, gankii ku yaalla, dibi madow tin cad oo ku yaalla lamid tihin. dibi madow hadda meeqa timo wey? malaayiin wey timihiisu. ilaa ka shacrati lbaydaa, tin cad mooyeen oo fii jildi thawri, dibi haraggii ku yaalla iyo saanti iyo gankii alaswadi madow. aw ka shacrati baa latootihin, tin baa lamid tihiin asawdaa'i madow oo fii jildi thawri alaxmari ay alabyadi, alaxmaru huna alabyad, saasuu ogaada. ama tin madow baa tihiinoo ku yaalla dibi cad saantii ku yaalla iyo gankiisa ku yaalla. saa darteed riwaayo kale waxaa ku timid kalbaydaa'i fi thawri alaswadina way timid, muttafaqun calayh. وحديث الله سبحانه وافق الرواية حديث كوليه ما المسلمون في الكفار ما شهوري وما أنتم في أهل الشرك ما المسلمون في الكفار مسلمين تمرك قال الله إيغو ما ها إلا كشعرة البيضاء في جلد ثور الأسود أو كشعرة السوداء في جلد ثور الأبيض. رواية كلا عن قلة المسلمين في الناس يوم القيامة تو حكينا يسوي يقض نسك أهل الجنة ونقطين ضدك مسلمين تقيامة إيمانية ayaa aad u yar marka loo eego gaalada iman doonto. waxaa naar la gelin laya yaajuj wamaajuj baa 99 noqonaya, halna bini aadam kalu noqonaya, waa balaayiin wey. marka halkaasa hawshu ka imanaysa. hawsha hore kunnaa maca rasuulilla fii qubbatin, axaadiith riwaayaadka ku yimid waxay sheegeen inay ahayd uu nabigu joogay Mina. xadathanaa rasuulullaahi wahuwa bimina وهو مسند ظهره إلى قبة حمراء من أدم. رواية كلي مالك من النبي وجه حجة الوداع وي وحكيم النبي وجهدني حجة الوداع أبو سيدا يري سوى من الشوغة أو تندو أما إذن هرق لقسمي أما إذن لقسمي وحجلو يمكن أما قضمارك الأورن تري قبن قاب سنابا قبة الليل هذا قرق وريق سنة قران قرتي أن صدح قال يا أفر أفر جبار يا مرنا أن أهين ama leydi midnaan ahayn ayaa la garaangartay wareegsana goobada ah. idan teenno noocaasu nabigu ku tiirsaday saxaaba 40 dhanna way ag fadhiyeen maalinkaasu sidaa yiri ilaa qubbatin xamara min adamin laga sameeyey idiinta ama haragga xoolaha laga sameeyey. saas ay marka riwaayadka ay tilmaameen. halkan marka waxaa weeye nabigu markii hore calayhi salaatu wuxuu rubuc inaad noqotaan raalli ma ku tihiin, thuluth raalli ma ku tihiin, marka danna wuxuu waxaan rajaynayaa nis inaad noqotaan. intaasi waxaa ka dambeeyay nabiga in loo sheegay in muslimiintu ay yihiin ummadda nabi maxamed muslimiinteeda jannada gelaya. marka loo fiiriyo ummadihii hore naga horeeyay muslimiinta loo fiiriyo waxaan noqonaynaa thuluthaan, thuluthaan saddex meelood labo shay soddon loo qaybsay labaatankii, shay lix loo qaybiyey afartii, sumaydan fahmay ثلثان شيء لا يتمن لو قيبي سديدي هي ثلثان لا يدا. حديث بريده بن حصيب الاسلمي وترمذي او صوصه بن حبان وحا كيمد اهل الجنه 20 و100 صف. اهل الجنه هو بقول الى باتن صف. اهل الجنه جنة لا كينيو اي مسلمين تعالوا تعد قران بقى لو سور مريو جنة ما قال روحان كان هين مسلم بقول يا لباتن صف أما اللين بالغدق يا أهل الجنة جنة إيمانية. نبي عليه الصلاة والسلام
ثمانون من هذه الأمة سديتا صف أمة النبي محمد وي وأربعون من سائر الأمم أفرتنا وأمة إن تذكري محمد نقطة المركة أمة النبي محمد نقطة ثلثان وي بقول إلا باتن صف سديتا كجو عزاري أفرتن أفرتن كان وسديتا لبدت سوما سديتن كوا لبا ملود من أفرا كنا وهل أفراد إذن مركو حاوي هل أفرتنا عفوا إذن سبحان قط ثلثان علوم حيليه سدا سيبا كسع تبارك الله خيرك وعدكم يفضلكم إن مركو رميل فوق لقاك سوقبت لقول بقول بالغسين هيا ما إن شاء الله كم بانك أقدر الله أكبر صدح كم بانك أقدر دقني وادل بود بود دي طبعا كم بانك أقدر دقني لقولي إن هذا والله تعب هالس صدق ما مرك فضل يا مركو إله الشيء يا رسول كيس وحكى صوب بلابان ماشى جابان كدبا كر لو فانتا كر بالو فانتا سيدا سوي نبي وحوي ربع ثلث نص محي تكتي ثلثان ثلثان النس يا بدن ثلثان كبدن بقولي لبات النس كيد وا محي ولحدن ثلثان كيدنا سديتن ثلثان كبدن اذا فضلك الهي وي حديث كمرك بريد بن حصيب شيخ اهل الجنه 120 صف 80 من هذه الامه و40 من سائر الامم وحاصوص ابن حبان حاكم ترمذي وحسنه لبدا ولد هرنا وي صحيح يا الانبياء المقدسي في صفه الجنه كو صحيح يا لي وانا حديث ادي ادي حوق بدن ابن قيم من الزاد المعاد كاسقي احاديثنا كو جمعيا بلوغ هور كتاب كيس كغا الله مساله هور كو سابسن ان الجنه لا يدخلها الا نفس مسلمه نو شرح مسلم كي زو تعليقي وحول هذا نص صريح في ان من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين وبحروفه وفي رسالة سكا إلالية إن بضم باين دارس بقوة يدنكو قشا وحور النص كان أه نبي أولي حديثكم مطف الصحيحين حديث كان أرانا جنة مقل روحا مؤمن ضبع أهين ومشرك يا كافر جنة مقل هيان وحديث عد قال يا مشرك سيدو ضبط جنة اسمها يا وحل قيس الروي مياتر وجهل اللي قلت درداري تأويل إمام النووي مايا وحول وهذا النص على عمومه أي عام محفوظ وعام والنص كذب الله وحو كتكي تشرين وحل قيس الريبي تشرين وح كبح تشرين هذا مؤمن تهي ضبع مسلم قال لما كل من يشرك كل من أكبر ومبات جنة قلي أما أظن له حسابي قل أما أظن له حسابي قل أما أظن له سوء عذابي قل أما يلو عذابي من الجنة وحان قدام بيا روح عن إلهي أشركي لأن قال لما كل منن هذا قال لما كل منتو وإن كنت من أجهل الناس جنة أرسن ميسد نص على عمومه بإجماع المسلمين مجلد كصدحات صفحات سقاشين اللي حتكفر يا شرح المسلم النووي ضرب بانتين أو شيء إسكو هذا إذن والرجوي لباب الرجوي إنه كشرة أمد النبي محمد ضدك الجنة قلية صدح مير الله بين نقدين بفضل الله ورحمته إله سبحانه وتعالى أنت الجنة قيس أنا قد راسك أقول له وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كان إذا أتام الله به جرتين وإذا كان أي إذا وجد يوم القيامة مالك قيامة مركو أهذا أو دعوه مركي اللي هيلو قيام مركي تمادو دفع الله إلى وحوده بيا إلى كل مسلم روح كستو مسلم أي مذنب إلى كل مسلم مذنب باللوجي ذا رواية ضنبا عضين ضنب عنها إن لوجي ذا أدون كستو مسلم أود أهل معصياها وحلوده بيا يهوديا قال يهوديا أو نصرانيا مت كريستن وقال فيقول رب حورنيا هذا مت كان كذا أن كودي ابني فكاكك ملح فرشاد هذا هو بادئ معوي في الدهة هذا هو من النار نار تكا ملح فرشاها يعني نبي عدي حديث الكو عدي الضون والبا أما قال هالنقضو أما مسلم هالنقضو نار تبوس بكله كل أحد من بني آدم
ومن الإنس والجن أما مسلم هالنقطة أما قال هالنقطة النار تبوس بوكله هي منزله هذو حماضه ونحن نقطة وتجي هذو صمادنا جنبي سوء عادية مركو هذو بوس كذي جهنم النار تكبد بعده وحاسكوا قادن كذي يكيس بس كدرسنا هي ها قال قال أهل النار عسكوا درسنا هي قال أنا أهل النار إني أجره يا قال أن أهل النار إن باكرة لا صعدواك عيالك قال هذا يأدونك تشوغا عيالك يركا مذوقا قل يهان صواحيل وقضا إلا لين قال هذا معي أدونك وقالو هذا يدنتان قبورة المسلمين تي اللان قاتل لقين ممحال لقين قبورة قال هذا لقين هذي دنتان قالوا دحلي مسلم كلا دش ما دحلا هايو حكم كالدنيا قال كياري وقال ير لكن آخر جنة وتجي متى مزما هذا هو الراجح من الرسول والجماعة مذهب بدم بجرت لكن الراجح وحوي أطفال المشركين وأهل الجنة إذن حكم كالدنيا وحلمك على قد قاد والله إسرائيل ضبط بعض أمور التحديد والضبط أبيه يجيب كحكم يا أنتوا أدونك تشوه آخر صومها نحريس إلهي أبو التقية قضية مركة وإن سداسي لو أقاده مركة يهودي بالوودي بالنصاري لوودي وامحي أضوف مرهد النار تكبت بادي بوز كادي يا بوز كيسي بقال كنا اسكو درسانية مرهد دو أسوق النار تبوحيني معنى دو حكا ديغان تهي إن أديغا لغوغون بنحفرتي ما هدن بقادي ما قادهي وحدن بكذا قاضى يمتشره قواطع القرآن بديدي وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت قواطع القرآن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى إذن أو سوف يرى إذن وحوى وحلقها الله أيه قال كي مربها ضوء سوق النار تبوحين أيه وحد مودعين وسكو قاطي تادي يتيسي بسكو قاطي وعليكي أتكبت بعد النار تو أصقع أتكجربت معناه سلوج إذا ماها دم بجذب على صار كدمنا النار بالوقع لاتنا يا ما فيقول رب حورنا يا هذا فكاكك ملح فرشة ذوي من النار نار تكاك ملح فرشة رواية حد يقول دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل دفع وحلو ديبي إلى كل مؤمن مؤمن كستو حلو ديبي رجل من أهل الملل من كم ذو قليها الدينها باس آمنسا مجوزة مشركين يهود النصارى صابئة لح ديم يدب إله كتاب كيسو كشيك القرآن كوال قرنيس سورة مائدية سورة الحج لغشي كيسو متقانا وحاس أهل الملل إلى هذا ضد كاس مت كم ذو اللغو ديبي ونشا أدقل ليسا كفر جسونه كوجل قال لي ميسي بوجل إياه عمل حنا وشقيستي بوجل إياه عمل كذا ما يسيت هذا حكمة كوجت المحيط هاي حكمة كوجت وحيط الروح المسلم كا هدي ولي وأجي هاي بوس كونارتك كلها إنه بنائي هاي قب قرب وقب أما مش الوعلية لكن مركل اللي بوس كذا وحاج قالي قال بعد نحفر ليه كده فلينا يلو عذاب هاي حيوني إذا ودقيس مال بنانا ذي كسوجي سمتوا حدي وأما أن مر إلهي تعرضه لقوق طورا ماشى يدا لكن مرك اللي بوحي وحديها بس أني نار إزديني حكمة ساكو جرت عند أهل العلم وفي رواية عنه رواية حديث كأبي موسى الأشعري كثر سمحا كتمت عينه صلى الله عليه وسلم قال نبي حرية جيء يوم القيامة مالك آخر وحائما ناس من المسلمين ضد مسلمين تكمدا محي لا إيمان أيان بذنوب ذنوب لا إيمان أمثال الجبال قويها يبورها لك بطني ذي يوين كذين تلاك تاي يغفرها الله لهم إلهي بأودع فيها يغفرها الله لهم الله أودع فيها إلهي بأودع في إذن رواية ظهر الدين سوشيغا أي إلى كل مسلم مركع إلى مذنب بل قدر يا رواية بكو عديس حلكين يا مالك قيام ضد مسلمين والدروب بلان لقوي انت إلهي بأودع فيها
in dambe uu gooyay uu ka tagay nebi baa jirto, boosaskoodana waxaa gelaya oo buuxinaya ahlu naar oo dadkii diimaha xunxun haystay ah ee gaalada Ilaahay ku kufriyey. Rawahu Muslim. Muslim baa xadiidka warashay. Qowluhu uu yidhi idan bidunuubin amthaal jibaali baa Ilaahay u dhaafaya raja ku jirta. Tahore raja ku jirta, hadaa fikaaku ka minaan, rajo weyn baa ku jirta. Rajaduna waynu soo sheegnay, markaad dadaasho ood camal wanaagsan la timaado Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad khayr ka dhejisaa, rajo la yidhaahda inuu Ilaahay kaa aqbalo, janno ku geeyo, meel fiican ku geeyo, taasaa rajo la yidhaahda. Adoon waxba la imanin inaad khayr iska filato, macnaheedu waa maxay? Waa tamanni, waa tamanni. In reeqalla faal la yidhi wuxuu maqlo qulyo ilaah waxa ayaa nasiiy, ilaah waxa ayaa nasiiy ku haya. Markaasuu yidhi ilaah waxa ayaa nasiiy, wax lagu helahayo ogaadeen baa waxba ka reebeen buuri. Ee shaqaysto kale xogsada warka iska daa beeraha fasha, kale beeraha fasha. Marka taas waa iska tamanni, waa iska tamanni, waa taas waxa weeye, waa dhaqan gaalo, waa dhaqan Ibliis, waa dhaqan Ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabtiisa ka aamin noqday. Khaatimo xun baana u badan inuu ku dhinto, iska ilaaliya khayr la imow, dadaal xaggana Ilaahay fadli ka raje. Walidaalika wuu kicu oran jiray laysa hunaaka ilaa cafwuhu walaa naciishu ilaa fii sitrihi walow kushifa alghitaa'u la kushifa can amrin cadiim. Runtii waxaan meesha ku haynaa ma jirabo, waxaan adduunka ka jira iyo aakharaba lagu dhaqan yahay waa Ilaahay cafigiisa buuri. Waxaan ku noolahay Ilaahay asturaadisuna asturayo, ceeb baan buuxnaa, cawrada neef bannaanka taalla, wax noo qarsoon ma jiro, xaggana waxaan iska niman qiimo badan. Laysa hunaaka ilaa cafuhu walaa naciishu ilaa fii sitrihi walow kushifa alghitaa'u la kushifa can amrin cadiim. Haddii la isfaydo oo laysdabagalo marada la iska qaado, arrin weyn oo culus baa muuqan lahaa buu. Fudayl ibn Ciyaad wuxuu oran jiray Ilaahay baan ku dhaartay, rabbigii hadduu i cadaabo ma ayistu min raxmatihi, anuu naarta ku jira ayaan rajayn lahaa rabbi inuu mar u naxariisto. Ilaahay hadduu i cadaabo naar i geliyo, kama quustin min naxariistiisa, kama quustin naxariistiisa. Saasuu oran jiray. Xamaad ibn Salama la weydiiyey wuxuu yidhi haddii la yidhaahdo aabaha iyo hooyada ha ku xisaabeen iyo rabbiga ha ku xisaabo, waxaan dooran lahaa inuu rabbiga i xisaabo. Hooyada iyo aabaha cid ka jecel baa jira? Ma jiraan. Hooyada aabaha ha ku xisaabiyey, miisaanka ha ku fadhiisteen, kafada xasanaadka iyo midda sayaadka ha fiiriyeen, ayagu wixii lagu cafin ha kaa cafiyeen, wixii lagugu qaban ha kugu qabteen. Haddii la yidhaahdo iyo rabbigii abuuray haddii lay barbar dhigo, laisbarbar dhigo, allaan dooran lahaa buu. Lianna allaha arxamu min waalidayya buu. Ilaahay baa iga naxariis badan labadii dhashay buu. Yacni waa ilaahay aad naxariis iyo rajo ku qabto, isku halayn ku qabto markaad shaqaysato, khayr badan la timaado. Abu Cabdiraxmaan Suuli waxaa lagu yidhi isagoo xanuunsan oo ilgeeriyaad la soo booqday, niman baa marka xadiidu raja ku dul akhriyay, iska daaya buu ilaah naxariis baan ka rajaynaya. Ilaahay waxaan u sameeyay 80 Ramadaan, 80 Ramadaan baan alla dirti u sameeyay buuri. Hadduu xataa cadaabana naxariista ka quusan maayo 80 Ramadaan, bimacnaa 80 sano soo sameysan Ramadaan, asagoo mindhaa asagoo dhowr iyo toban jiro ama 7 jiro ama 6 jiro bilaabay, ilaa 100 asagoo gaadhay buu geeriyooday, 90 iyo dhowr buu geeriyooday. Idan rajadaadu waxay ku xiran tahay kolba khayrka aad la timid iyo kolba iimaankaad intuu dhan yahay. Nabigu wuxuu yidhi qowluhu wuxuu subanuhu dafaca ilaa kulli muslimin, waxaa loo dhibay yahuudiyan. Ilaahay wuxuu u dhiibayaa ilaa kulli muslimin, yahuudiyan baa loo dhiibay aw nasraaniyan. Fayaquulu rabbi xunaya haadaa gaalkan fikaakuka badelkaadi wey min naar, naarta kaaga badel ah. Macnaha waxaa weeye maa jaa fii xadiidi abi hurayra, wixii ku yimid xadiidka abi hurayra kuu fasiraya ee ahaa likulli axadin manzulun fi ljanna, axad walba wuxuu ku leeyahay, axad walba sababan kaana kaafiran aw musliman, jannada wuxuu ku leeyahay boos, wa manzulun fi nnaar, boos naartu ku leeyahay. Falmu'minu ruuxa mu'minka idaa dakhala aljanna, jannada markuu galo, khalafahu alkaafiru fi nnaar, gaalkii baa labadii boosba isku qaadanaya naarta ah, isagaa isku buuxinaya. Maxaa yeelay muxuu gaalnimada naarta ku mutay? Liannahu mustaxiqun lidalika bikufrihi,
wuxuu ku mutay gaalnimadiisibuu ku mutay ee ma aha in camalkadi la saarayo wa macnaa fikaakuka waxa weeye annaka adugu kunta waxaaday mucaradan aniga caynka hadda wuu ii reebahayaa si rada loo shid caynkan loo reebina ma fahmin aad meeshaa iskaga reebi lahayd lianna allaha tabaaraka watacaala qadara linnaari ilaahay naarta wuxuu u qorsheeyey cadadan tiro yamlowa buuxinaya ilaahay naarta wuxuu u qorsheeyey dad buuxinaya bimacnaa taqdiirkii cilmiga ahaa weeye ilaahay axadna ma qasbo subxaanahu watacaala laakiin waxaad samayn buu rabbi og yahay wuxuu ogaaba meel ku qortay cilmullaahi saabiq kitaabatu limaa calima weeyaan meesha waxa yaalla soo ilaahay kuma abuurin waxaad ku aqdaaman ee samayn rabbi waa ku ogyahay soonku abuurin buu ogyahay intuunba meel ku qoriya meeshaad ku damin waa lagaa warqabaa khiyaarkadaa iska leh adaa ama gaaloobi ama islaami cid kugu qasbaysa ma jiro xagga qadihii qadarkaa laga hadlaya ama xukumka sharciga ah islaamka ninkii ka baxa malagii baa galay waa laba kale masal xukumka kowniga qadariga iyo xukumka sharci way kala duwan yihiin markaan leenahay nina la qasbima la dirqin mahayo waa alqadaa waalqadar amaa xagga xukumka sharciga ee adduunka islaamka haddaada soo gelin sankada dhiig baan ka shubaynaa imaa inaad soo gasho wa imaa inaanu kala xisaabtanna wey taasi yaa ku khaldamina taa yaan lagu khaldamin xukumka sharciga goona wey ama alqadaa waalqadar waa maxay يا خياري واعتقاد وات رومين دينك وات سوغلي اذن الدورنا قال له وقص في مهاي اسلام عهدك وقص في مجر وخيار كذا وهذا خيار كذا لكن هي حكم شرعك ودين تودن بيزي وحق ربي حقي كي يميدي سوغلا وي مدي دير هدا دونك ساكا كتلين معناها سوى الله وكما عوكا دوان sheekhu wuxuu yidhi faidaa dakhala alkufaaru bidunuubihim gaaladu markay naarta ku galaan dembigoodii oo kufrin gaalnimadoodii saaruu waxay noqonayaan fii macna lifikaaki lilmuslimiin kuwa muslimiinta lagu bedelay oo lagu furtay bay noqonayaan naarta lagaga furtay bay la macno noqonayaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam macnahaasa marka meesha ku jira riwaayad fara badan wax dikuu leeya baan caddaynaya abshuruu ayuha almuslimuun fa innahu laysa منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا والرواية قد جعلنا عدتكم فداء من النار عدتكم فداءكم من النار معاني بلا ما كتب انت ام بلوجي ذا سدا امام كوفه سريبا انا صحه حديث كان ضد صومرتي نينك لورنجري الخليفه الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز ايوا وحا اشهي مالي مالمها كمد ابو برده wiilka cabdullaahi ibnu qays abu muusa alashcari wiilkiisii ninkaa qiimaha badan baa u sheegay xadiidka markuu cumar soo gaaray markaas waxaa wuxuu yihi xagga ka yimid oo burdaa sheegay baa leeyay ii raadiya buur waa loogu yeedhay wuxuu xadiidkan maada aabbaha ka maqlay haa wuu dhaarsaday ilaahay baan kugu dhaariyay maada aabbaha ka maqlay yacni abu muusa wuu hubaa inuusan hee nabi maxamed ku been abuuranayni wuu hubaa laakiin wiilku dhaarsanhaya wiilkii buu dhaarsaday wuu u dhaartay aabbahay baan ka maqlay fii mala'in min almuslimiin baan kaga maqlay markaasuu yidhi orod afsaxantay jaa'iza fiican buu sii wuu wanaajiyey markaasu wuxuu sujuuday sujuud shukri bu la dhacay saddex jeer buu sujuuday fasajada lilaahi shukran thalaatha sajadaat saddex jeer saa darteed asaga cumar cabdulcaziiza ee alimaamu shaafic abu cabdillahi maxamed idriis ashaafic waxay odhan jireen haada arjaa xadiidin liahli qibla xadiidkaani waa xadiidka ugu rajo badan ee dadka muslimiinta ahlu qiblaha ah ee ahlul macsiyada ah xadiid rajo geliya oo janna ka fishaan xadiidka ugu culus weeye arkiisaa hadi marka arjaa xadiidin bay shaaficiya cumar ba oran jiray inuu yahay wa cali ibn cumar radiyallahu tacaala canhu maa qaala saxaabiga wuxuu yihi samictu rasuulullah sal alay wasalam yudna almu'minu rasuulka ilaahi wuxuu yidhi
رسولك الله يقول من مقل يدنا المؤمن روح مؤمن قال السور دوي يوم القيامة مالك آخرا لدويني يدنون ورواية كالوار دواني يوم القيامة مالك قيامه من ربه ربي قبل لور دويني حتى يضع إلهي باكو سور دوين الذي أدوان أنك كلوك ربي كاقرين حتى يضع إله ربي سارو أمدتشيو كنفو أستر كيسي يهو كيسي عليه على العبد حجاب الغصار إلى كسور دوين تذكر الله قارن بنك قيام الدوبين هاي يا أمد كوردن كوارك ما يربى كسور دوين هي خاص بحلوش يا يا مرك فيقرره ربي وحوك السوق هيا أدون كأسيق وسور دوين إلهي بالك وسوق اللي يمر أكو أسطوري بذنوب بذنوب تيسب كقرية تام يادن سمينين كان يادن سمينين كان أدي ربي قابا اسم قلهاي آدم كم مقلهاي لو ما عيبين هيو بارش لغا مرفهايو كارك لغا قدمهايو فيقرره سداسوي فيقول ربي حنا في التقرير ولو قرواقسين والوشي ربي حرنا يا أتعرف ما قرواقسان يسا ما قرنا يسا ذنب كذا ذنب النوع عاسد مالك الثميسي أتعرف ذنب كذا ذنب هبل ما قرنا يسا مالك بنت شكتم ما قرن مالك هبل حمطين ما قرن مالك إساس يشي مقارن وحورن بالغوشي فيقول أطنق حورن ربي أعرف الله واقرن هيا الله وحسوستا ورك واسمي قال إلهي وحورن يا فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته هذا من فضل الله ورحمته علي على المسلمين إلهي مركز حورن يا فإني أنو هدان ربي وين آي قد سترتها وان أسترو واقر شيء عيبها غافر ربضين الدنوب تادا أمد وان كقريي عليك دوش هذا في الدنيا أدونك وإفك واقات جوكتي وأنا أغفرها لك اليوم ما أنتنا واقف دافها هدان إفكك أستري آخر إنا أنك عيبه دعي ميسي هدو كور واقف أستري ما أنتنا واقف عفية أرد بالورمي فيعطى وحال لسين صحيفة حسناته كتابك حسناتك سبال لو ديبي صحيفة وكتابك أي كقر رأي عمل كذا وناكسا متفق عليه ميشا هوري حتى يضع كنفه عليه رواية كتمت يستره من الناس يستره من الناس حتى يضع إلى أرده وصار كنفه أي ستره إليه أستراد يحصار عليه على العبد حتى يستره من الناس إلى أدمها كقريه ربي أعرف ما شاء معاني بدن باكوتي مدي رواية فربضان وكالي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك يقول ربه وهل سوي دنبقى مقرن دنبقى مقرن دنبقى مقرن دنبقى مقرن ها ها ورأى في نفسه أنه قد هلك بقرس أدوك آمنها يا إن أرد ما تبس ذنوب تردنب إله كتسي وحوردن بار ربك هورد جاي هذه هذه بس وحدن قرطي إليه وحده وعد محدما نارته لقطوره مركو آمنه إن نارته لقطوره أدون كأزجع يا رب عورن هيا أدون كوكو معي بينن هذا نكو على ماي قبنا ما وطه هذه وحبنا أدون وكوارك مشرو وحكم مقلم مشرو رب وكو أستوري بال إليه بالقصاري إليه عيبان نجا أستورا سجع أقول له متفق عليه أنت وحكتك إمامك وقويه وحديثك الله سعته وأما الكفار وأما الكفار والمنافقون فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين تذكر الله أسطور وتذكر أهل خير كأه أما قال هذا يا منافقين تيقوا والله عيبين با ولن الذين مقعد هبل هبل حق ويستاك أهل النار باطاه هبل حق ويستاك وحلا قرن مجره وحلا أسطور مجره قال بح كتاب كعقبة تذكر حلوة أسطورة يوادتك أهل خير كأها تذكر مسلمين تألو سطر كأها إلهي تعالى دينك وحنك لا إيمان يكون رقم هاي قال لما أن كل عين بلا أي شرك وين أن كل عين تذكروي حور إمامك كنفه أي ستره ورحمته رحمته هو حديث كيف كتمت أي يستره يا بتم حديث حديث كتمت لا مروري وحور كنفه ستره هو ستره باني إيدغان لكن ستره أي رواية كيمت ساسانا في عان دمله
إلهي بقى أسطورة يالوتشي ذا. وعن ابن سعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار من أنصار يتبوها أن كان يقال له معتبا لأورنجر مقعيسى معتب من الأورنجر يبقى أنصاريت ننك أصغى أصابا وحو أصيبه تابتي من امرأة هوني وحكاري قبلة انكشو هوني أجنبي ونبنانين بردن كذي فأتى النبي النبي قلتوا ابن آدم ويهد ابن آدم خلال لك موايو فأتى النبي صوبانو أتغي فأخبره وأشيغي انتو كما قابس انمو نبي قلت نبي الله وحيدي حد بان كرد عاي واخل دمي كفار قد إيشيك أما حد كي يقوفي فأنزل الله تبارك وتعالى إلى حسودك وأقم الصلاة صلاة أوغو تكوه هكاكي طرفي النهار مالك اللي قلن قلن كوري قلن كالضنب قلن كورة صلاة صبح با كجرتة قلن كالضنبار الظهر يعصر با كجرة وزلف من الليل وساعات من الليل إيا ساعدها بين كمدنة تكو عشية مغرب با كجرة إن الحسنات شنت الصلاة دوت يذهبنا وحي بابئيان ويتكسيان السيئات عمان تي دنوب تصغائرتا متفق عليه وذات كاس وذات وحو أنصاريض ومعتب ليلة هذا كما قاب السنين انك شبسي رواية حديثك عدي وحلو وفعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها والرواية حديثك فافايزي حنا بيقولوا وحو هوينين كسميه ورنبان كسميه هوينين لكن او مقلمونين اي حتى الهي يقول في وركاس الله يمد صحابي وحاكو الحديث كوي رايات كوي يمد انتو سنبقى اتقين عمر بو اتقين فأتى عمر فعظم عليه ثم أتى أبا بكر فعظم عليه ثم أتى النبي فأخبره صاصة اسكو قوي حرانتا عمر بو اتقو حرساسا سميه معان سميه وحاجئه به وليكو مرقاقين فرهم مانتا الله يقاضي هذا معان سمية وحوري إس أسطر إلى طوبات كين بوري تس أسطر طوبات كين إنه هنا قالوا عن أنتي أبو بكر بو صومر سيدو كلو كيري حوري بل نبقى إين كان نامي بل نبقى عن قار نبقى سوء آذي نبقى خير كي كبرا كلكم عليه الصلاة والسلام نبقى مركو هوشي ويديي أمد جوابين باكو قران ويديي فلم يجيبه وحير كدب آيد سودكت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهب من السيئات ذلك ذكرى للذاكرين مدى سواوانو إيا عبر قادشو روحي عبر قادن هيا لك عب السنين متفق عليه عفوا مرة ما يني فقال الرجل نينك وحويلي نينك أنصاري هوين إذا وحل بكسمي أنقل المكان هين وحويلي ألي هذا يا رسول الله آياتاً ما أنهم باي إيسو دكت كلي جيبا إسكالي هوشان يوذي من السياد يعني صلاة شانت تكتي أيا لقرنا في دم بيجاده وترتريبا نبيه لقصود دكي آيات معانه ذا نبيه كفامي سحابي قنو عدي إذن هرو كفام حبيب نبي الله أنهم بيقولوا تسوماها أنصارتك لي مهاجرين هوش شوق القملا إيا مسلمين إلى آخر زمان إمان دونا ألي هذا خاصة يا رسول الله قال نبي حبيب مايا لجميع أمتي كلهم لجميع أمتي كلهم أمتي إذا ما أنت بواهاتي دم بصغيران نينك السمية إفراء الله شيطان كقاضي نفتيسو إلى وحنو تيرن ميني وحاوي ويسدي سئيو صلاته تكنا يا الله قد نافيا ودم بصغيرا وأنا دم بصغيرا كصابسا في حقوق الله في حق لا في حقوق الناس سكوا هذا صغائرته دروبت صغائرته اللي قد نافيا صلواتك إيو خيراتك الله إيمان يسئي ويسد اللي قد نافيا وحاوي ودم بصغيرا إلهي حقي أتكا شيئا روح هذا الشيء أما هذا حمطي أما حق بن آدم حتى هذه الصغيرة لقى سوى قيبة كم إذا الحقوق الناس قيبة صغيرة نقطي وحوي اللي قمر دافع صلاة مع سيدك لا إلهي أتكج شيء إذا آدمك لك جلين با صغيرة ده اللي قمر دافع صلاة ده هي خيراتك اللي قمر دافع متفق عليه سيدا سوي رواية حديثك أولي هاي مركو آيات سودك نبي الله ما نيجون يقطعي عمر بايد يقول كوكو من نقانكر تسي كوكو نقانيس عمر بايد تو نبي هالين بس سوب بدي والله يس كوكو نقانكرين بود معلومة كذا دوين تو أنا قاعد معلومة كذا دقائق إسا مر كاسو نبي ده قد صدق عمره
بل لجميع أمتي. وموافقات عمر اجتهادا، عمر ميلو كوافقي وحيي ويسوي اجتهاد ان هذا عقل بضن وعلم بضن بها وملهم وذكرنيسا. إذن إلهي سبحانه وتعالى رجدي سيبا كجرتوي حسنات كالله الشيخي إن الحسنات أنا قدما كان مرأي وحيد كفس إن صلوات الخمس هذا هو الصواب. سلف كحسكو قال من لا بقول وحيد حسنات كالله الشيخي سيئات كي معاصي الله قد صغائرته وحاوي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جماعة من السلف بالك أكو حريقي جماعة من السلف وهم جمهور السلف ويوحيدين إن الحسنات هنا وحوي الصلوات الخمس شنط صلاة ضوي يذهب من السيئات وهذا هو الصواب. حديث عثمان بن عفان بقصة الربابك ومسألة عديي حديث عثمان بن عفان بمسألة عديي قاب كيف هو عديي نين لأورنجر أبو صالح المصري مولى عثمان بن عفان أيام مالي وحيوي من عثمان ويسيسني سفي عام هو ويسيستي صلاة ظهر بوتو كذي عصر بوتو كذي مغرب بوتو كذي عشو تكذي فجر كي بوتو كذي مركز وحيوري نعم حدو حان كم مغلي نينك ظهر تكذا وحالور رافيا دم بكستو وسميو صغيرة انت كذا حيث الظهر ايو الصبح ساعة الصبح الثاكة تكتئ إلى ظهر كنتو العيسي ظهر كبال قدافة عصر باتكتي ظهري عصر انتو دحيسي عصر بالغداف مغرب باتكتي مغرب عصر وحو دحيي مغرب بالغداف عشاء تكتي عشائي وحو دحيي مغرب القاصة لغداف عشائي فجر ساسا الله توريا نبي محمد بان كم مغلي وهو يقول وهن الحسنات يذهبن السيئات شنت الصلاة ضوي وحا لقاها الله اللي يلي التفسير النبي ومره دو يمد وركي جماعة من السلف بنانك اسكي حسناتك لله الله إيمان إيسا خير ويوحب ضم بيترها ينوحب على قلها فلكن تفسيرك هذا ما قد مرة إن الحسنات وحليد هاي الصلوات الخمس يا دورنا إيسا حديث كاسا كويمد وحديث كاسو صاري أحمد بزار أبو جعفر الطبري في تفسير نبي حاتم بسند صحيح بسند صحيح مرك حديث كاتو هن الحسنات يذهبن السيئات سيدا سوي يا مع الجماعة شرط ما مع الجماعة شرط ما ومسلك له فضل إله هذا نوسو عريين وحوي فضل إله نوسو عريين أذو جماعة سيد واجب تهلقد ذلك إلا لعير مرد عذو لكن صلاته أما جماعة لقد كذو أما جماعة الروح كنت كذي والغدا فذنوب تصغائر إيه حق الله فقط يا وزيف عن تغير ان شاء الله. وعن عمر رضي الله عن مري عفوا وعن انس رضي الله تعالى عنه قال حول الصحابي قاس جاء رجل نمبا يمد الى النبي سبحانه وتعالى كان وابو اليسر ابو اليسر نين لورنجر انساري اهوي كما في جامع الترمذي وغيره نين كوري نين كوي كالا دوين نين كوري وايدين سو شيخ ازغونا ان معاتب لورنجري نبي قويد فقال يا رسول الله رسول الله واصبت حدا حد بان كل دعي واسق لا اهان شيس حد بمعنى دنبي وحان كل دعي عقاب له وادونك ان لس حديو اما دغخ لس كديلو اما لا اسكرباشو اما لا اسغراعو اما غعان لا اسغويو هولها سو سو مركا هو اركا فاقيم علي النبي الله يغو اوغبوري يغو اوف حدك الهي وحضرت الصلاه صلاه عصر بانا غشاي روايه حديث كعدي صلاه عصر بايد وحضرت الصلاه صلاه عصر بانا غشاي فصلى مع رسول الله بولته كذي نبي وكا امسنكم كسداي شبو كيري صلاه عصر بولته كذي فصلى مع رسول الله بولته فلما قضى الصلاه صلاه مركو دمهي نينك هدي دنبي بو كدعو ايسين لا يحي ايمانك ودي وحوك بدناي قال حري يا رسول رسولك الله يو اني اصبت حدا حد بان كدعي دنبي عقاب لان غلي وي عقوبه مقدره دنبي ايان كدعي بوسو مركا امسيه فاقم في كتاب الله فأقيم إيقو في في أي في حقي كتاب الله كتاب كلاه كهله كتاب القرآن كنبي وقال ليه حد كي إيقو في كتاب الله مربى الله إطلاقه أسوق الشرع قال له تشد وأنا كبر أنت أحاديث ده قال وحور النبي قو هل حضرت معنا الصلاة صلاة دي هدا إنه تكني من لا تكتي هل حضرت من قلق يبقى معنا الصلاة قال وحور نعم نبي الله وإن لا تكذي
قال حوري قد غفر الله قد غفر لك ولو قد مدافع أرد متفق عليه أسونا سدو كله هون يودن كذا وقعم قعم يجيب أهي دوسون أقل مونين رواية عدى يسي تمر بكش قيسن جرى وذات كان هون يبى ترى تمر يجي دكان كتير أقول تمر هون إذا الله هذا شيء بأبوك الشيطان يبلا نفع قرح سيسلام قرح سما يكون نقط وحوري تمرتن أن مش كواه ما في عينه قل كذنب بي. بيتمر في عنكو جرتا بهر عزقل قواد مركز بلطس بهر يقبضه وحن قال ما كان يضرب كوسا مي دب كاسو سوونا كده عاي كدي بزغرتا يوري نايداف أو كعرري نبي كوسو عرري مركز ساسو يمد قد يضع سيد نبي وش حديكم مختصر ويه إن أي ما أيسن عقوبة دم حد لا أهم النبي واقع لكن حسوا هاي بينو صلاة جماعة ما دلت كذا بل ولي ما ده وحن لغدا في الدم بيجي لغدا قد غفر لك والغدا في متفق عليه وقوله لصوبنه عفوا سحابك أصبت حدا دنبي وحان قد عي عقاب له قدران وشانقون معناه وحاوة معصية تنبان قد عي معصيه توجب واجب سأت تعزير الجناح إن لغو جناح لغو كرباشه تعزير تنواه حقوق إن لغو حانوتيه لغو إدبيه إدبين أنقار سنين حدكي ربي قدري أما رسولك قدري وليس المراد ماها بولا الحد الشرعي حدك شرعي قائم مقدر كماها الحقيقية نفتها كحد الزنا سيد الزنا ده حد كذية والخمر خمر ذا عبتان كذية وغيرهما وحد الحرابي وحلال الملاء فإن هذه الحدود حدودا خمر ذا إيه الزنا ده إيه قد فيها إيه حراب ذوك لا تسقط كمرد عضو بالصلاة سلالت كمرد عضو بإجماع المسلمين بإجماع المسلمين كمرد عيزو وهل جاء فين إياه روح بعد قذفتي زنا تخش يكتي هوين عفيفة ومسلمة نين مسلم عفيف بعد زنا كوش يكتي روان تكذي قال لحم الله ظهر عصر بان جماعة تكذي لما تابن كرو إن الحسنات يذهب نسيات لقاعد جيسن ما عليه خير ويه لك حاجة زكي والقو بقدر بها جاي إذن حدودكم حدود داس كل عم يسوس صلاة ذنوب تيرر كا إلهي كت على لغتك حق سخاس كا أيا الغدا فصلاتها أما مدن وين كبائرتي حدودك له حتى مقدر كله لقاعد جيسن ماي ولا يجوز أمر بنانو للإمام المسؤول كمسلمين تركها إنه حدودا كتقو وإنه أوفيه أو نكي لقاه لا يوشى لقاه أوفيه للربا وعنه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن العبد أدونك سكرى للنقضاء إلى أن حريصي سبولو فرس إلهي أدونك سكرى للنقضاء أن يأكل إنو عنو كرى للنقضاء الأكلة عنتو هل مربوح عنا يا ما هل فردبو عنتو عنا يا فيحمده عليها إلهي بكم مهدنا يا هف بريس وضلبنا يا وعنا يا الحمد لله بوليه قلاس عانو عبا يا الحمد لله بول حبت روتبو قوستا الحمد لله حبت مكاتئة جبات برصوايات دينئي إيه واحد قرن إيسان إيكبستي النقاع الحمد لله انت اسو الهي كغار الدقنيا او ما سو كغار يشرب انه عبه الشربه هل عبتان بعبي جلس بعبي قبو كوب عانا كوب شاه فيحمده عليها الهي بكم هذه شربتي انت اسو ربي كغار الدقنيا او الهي جعل ياي الا واد قرت النعمه باد قرتي وشكري ربي وكو كردنيا لكن هذا دبك انه حو عسك نقوت واحد اسك عاديه أنه شهين ولا عشهين ولا أكل الدريري ولا رزق كفطمي من نعمة من نقمة لما كلا يقان ولا عاد يستي هو ذي ولا قدر كم وض وقدر ما أنت مفعي وفي عن تلا وضح للمية وان قن عين ما قن عين مي إله ما هني لقى وضح للمية هرم بالله أردي كما هو الله سيكشري وآفو رواه مسلم ومن أنت أسر ربك أهل النقون ياوي هذا واحد نفسنا يسي هذا واحد كتري أدون كذي إن فقين تهذا مركة ربي الحمد لله تراب وأم هذا سقو عريسو رأي إلهي بكرال النقانية الأكلة بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة أكل اللي دادون أكل لدهن وهل كم مر أو من الأكل مر هل كم مر وحلا عنوي هل كم مر وحلا عنو كالغدوة سيدا قريعدة يا والعشوة عشينتا والله أعلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيدي إن الله سبحانه وتعالى لويني يبسط وحوفي ديا يدو قعانتي سوف ذنيا بالليل هبينك بوفي ذنيا
ليتوب سو توبت كينو اسو نقدو مسيء النهار ضرارتي كي حمان سمي إلهي أبينك بو غانت سفوريا البابيه توبدو فوريا غانت سبو فدنيا ورسو نقدا وحمانت ادقر بردين اد قلوبتين كتوبت كينا ومشي سلف كورن جرين اس حسابيه قبلكم مركو دعيد غوغشا دا تاكتو وحي مانتا اثميسو دن ديبو فيري ساكاد كلاهدي مقاحي هبلا تكتي واد كدقاقدي هبل باد لكولنتي حاجات غشاي من هبلا دور كتوكتي واد سوتي وانا تيراد ما الله كولنت وحي خير انت اس حسابيسو ود حسابتا خيدو سدا بوغاد وخدان قلبك ما قاد دوكامينا كيا عايزاني مقاحين نول بو حساب خراي بوغان لخي لغما تغي ودوكتهيني حسابته انت تحضو وحي وناغا لا تيمنا الهي او ماهد علي الهي كو شكر انو ربك وافجي وحي حمان انا كتوبت كان يقول سلف كودن جري وغد بدقن بيكون نقن هبين ول مركز اراد ان حمان حد بلدن بي ان يرين كرت اسكو داي ما لم ادن وحا تغي ان اي اد مرت ما لان دبي بكا دخي سسو الى ليس لكن اسكو اردون سي دمرك ارتي كلا بروف ليسو الدمر ما مدح لو سوق من قورت لو جيب ما مشكله روح عن حساب تمين وامتحان. إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده قعنتي سوف ديا قعنتي نحريسيت بالليل هبين كفدنيا ليتوب سوء توبت كان مسيء النهار ضرارتك حمان فلي حمان فليهم مالنك سوء صون نقضه ويبسط إله وحفدنيا يده قعنت سب النهار مالنك بوفدن ليتوب سوء توبت كان مسيء الليل حلك حمان سبي هبي حال انك وخربينا سوء ضرارتي توبت كان إلهي بقعنتي وفدنيا حتى ساس إلهي قوة ضيا حتى تطلع الشمس إلى عد عيد يقرح كسب بوده من مغربها ماشى قد عضي قرح الضبري بين وقت ما ده قلبنا وقد عضا برنا ويكسب بحضا أدونك مكل الرجوع هي صعد أي دواته أمل لجار على من هو وين لجار قلبت بكسب بوديس برتا قلبت بكسب بحيس ماشى قد عضي كسب نقن رواه مسلم مسلم باوريي مركي إله لو توبت كينو خيرنا لغا رجيو ها لا شقيستو ها لا ددالو ها لا حسابيو حقوق الناس كه لا اسك الىاليو ظلم كه لا اسك الىاليو ايدنكم وخبا قبانين رجبينات كه اسك الىاليا والله سبحانه وتعالى أعلم.